انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. هترجع مسيحيين، مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء. طلع بابا الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا تودروس في العزة الإسبوعية من الكاتدرائية المركزية بالإسكندرية يوم 12 يوليو 2023 علشان يقول تصريح خطير جدا، بيقول إن في 2-3 كده طلعوا في المقدر بيشككوا في المسيحية. طبعا احنا في الزمن ده واللي فيكم بيقعد على السوشيال ميديا في كده 2-3 طالعين في المقدر جديد وعمالين يشككوا في المسيحية ويشككوا باستهزاء وباستفزاز. ممكن حد هنا من أصدقائنا المسيحيين يقول ازاي عرفتي ان بابا الكنيسة بيقصد الاتنين تلاتة دول، الأخ معاذ عليان والأخ محمود داود؟ أقول لك الكلام ده مش كلامي، الكلام ده قنواتكم اللي اعترفت بيه. والحقيقة انه برضو الاشخاص الاثنين ثلاثة اللي كان بيتكلم عنهم قداسة البابا تودروس ما زالوا برضو بيقوموا بامور في تواصل ما بين سالي وما بين هؤلاء الاثنين ثلاثة. المهم انه نشروا على مواقعهم وصفحاتهم مكالمة بين سالي نسيم والانبا سيداروس الاسقف العام لكنائس عزبة النخل. والاثنين دول اللي اتكلم عنهم الانبا تودروس واللي الست المذيعة مش عايزة تقول اسمهم هما الأخ معاذ عليان والأخ محمود داود، واللي نشروا مكالمة الدكتورة سالي مع الأنبا سيداروس واللي أفحمته بعد ما اتهمها إنها سابت المسيحية علشان علاقة مع عامل دليفري، واللي اعتذر عن الكلام اللي قاله، وفي نهاية المكالمة قالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكالمة دي مكالمة بين الدكتورة سالي نسيم وما بين الأنبا سيداروس أسقف عام كنائس عزبة النخل والمرج. حبيبتي في حاجة أقول لك عليها. تمام. أنا ممكن بسهولة قوي خلال العظة اللي جاية وبرضو نفس القناة ونفس الكلام وأصحح المعلومة. عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لأمي ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين وسائر المسلمين. أنتم على موعد مع النجاسة، أنتم على موعد مع الحقارة، أنتم على موعد مع السفالة. هنشوف فيديو دلوقتي لمين؟ للأنبا سيداروس أسقف عام كنائس عزبة النخل. بيعمل إيه بقى الأسقف بتاع الكنيسة رجل الدين في قلب العظة؟ طالع يطعن في عرض الأخت سالي نسيم بشكل صريح وفج، والأخت سالي نسيم كلمته مكالمة مسحت بيه الأرض. هنشوفها في فيديو النهاردة وهي مكالمة حصرية ولأول مرة تعرض مكالمة ما بين الأخت سالي نسيم وما بين اللي اسمه الأسقف سيداروس. كلنا عارفين يا جماعة أن الأخت سالي نسيم أشهرت إسلامها في الأزهر الشريف، غيرت كمان الورق بتاعها والبطاقة وشهادة الميلاد وكل شيء، قابلت أبوها وأمها واختها في مؤسسة رسمية داخل مصر وهي لابسة الحجاب وقالت لهم أسلمت عن اقتناع. سيبوها في حالها بقى. وحابة أقول لنيافتك حاجة برضو في الآخر، عشان نيافتك قلت لي أنا حابب أسمع الكلام منك. أنا حابة أقول لنيافتك أنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أنت حرة يا بنت، أنت اللي شيل الزم. تمام. ده شيء يرجع لك انت، ده ربنا خلقك حرة والمسيحية خلق كل انسان حر. الحمد لله، شكرا لنيافتك. ربنا خلق كل انسان حر. الحمد لله، شكرا لنيافتك. الراجل المرتد يتقتل ولا كلام من ده ابدا، احنا في المسيحية. شكرا 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 لنيافتك، مع السلامة. شكرا. سلام سلام. ختام المكالمة مسك اديتها له في وشه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الأخت سالي نسيم صفعته على وجهه بالشهادتين. لعلمك يا حضرة الأنبا تودروس، الأخ معاذ عليان والأخ محمود داود وكل الإخوة بيعرضوا الحقائق دي من كتابك ومن تفسيرات علماء المسيحية وأقوال أباء المسيحية الأوائل.
لو حضرتك بتعتبر الكلام ده والحقائق الموجودة في كتابك تشكيك، فده اعتراف من حضرتك ان كتابك فيه تشكيك، والمشكلة تكون في كتابك مش في الاخوة اللي بيعرضوا الحقائق دي. والاخوة كلهم بيردوا على استفسارات زكريا بطرس وشلة المنصرين الهاربين خارج مصر، واللي حط قواعد اللعبة دي هو الانبا شنودة. لما تسأل قبل كده عن اكاذيب القمص الوسخ زكريا بطرس وشتمه وسبه للإسلام ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لعلماء المسلمين أنهم يردوا عليه. ماذا لم نجد تصريحا من الكنيسة القبطية أنه يا جماعة زكريا بطرس ده اللي بيهين الإسلام كل يوم إحنا ضده، بلاش نشلحه أو نحرمه أو نعمل أي حاجة فيه، يعني بس إيه؟ لأنه عشان المسلمين يحسوا أنه يعني أن فضلتك مش موافق على الكلام ده. أنا قلت لك شهاجمه، أنا سألتك انت عجبك الكلام اللي بيقوله؟ شوف اقول لحضرتك، انا حاليا يندر ان انا اسمع الصوت، ما بشوفش الحاجات دي، لكن زمان سمعت بعض الحاجات. وبعدين كان بيقول انا بتساءل والجأ للشيوخ المسلمين الافاضل يردوا علي، يردوا علي، فاصبح في حوار بينه وبين شيوخ المسلمين يردوا عليه. دي مسألة حوار. وبناء عليه علماء المسلمين قبلوا قواعد اللعبة اللي وضعها الأنبا شنودة، وبدأوا يردوا على شبهات وأكاذيب زكريا بطرس وتلاميذه زي رشيد حمامي ووحيد ورحم الحرمي. ولما بدأ الإخوة يردوا بدأ الصراخ والتوجيه الاتهامات للمسلمين إنهم بيشككوا في المسيحية. وأنا بقول الكلام ده وأنا متأكدة إنك يا أنبا تودرس متابع حلقاتي، وعرفت كمان إن أكتر حلقة سببت لك إزعاج هي اللي كانت بعنوان المسيحية تقليد للوثنية للديانة الوثنية، اعتراف خطير من فم علماء وكهنة المسيحية. وحضرتك من ضمن رجال الدين المسيحي اللي شككوا في المسيحية، بدليل إنك اعترفت التحريف في الكتاب المقدس وقلت في كتابك اللي بعنوان مفتاح العهد الجديد الجزء الأول صفحة 167، ونلاحظ أن إنجيل يوحنا بدون المقدمة يبدو كتابا يهوديا، ولكن بإضافة المقدمة يتضح أنه يتناسب مع العالم اليوناني، ولذلك فمن المحتمل أن المقدمة أضيفت على العمل الأصلي بعد ذلك لجذب مزيدا من القراء. كذلك الإصحاح الأخير 21 ربما أضيف بعد انتهاء الكتابة، كما يتضح من الآيات الأخيرة في يوحنا 20 العدد من 30 ل 31. هذه الأمور تجعلنا نقول أنه من المحتمل جدا أن هذا الإنجيل قد تكون على مراحل، وده اعتراف صريح بأن إنجيل يوحنا مر بأكثر من مرحلة، وأن الإصحاح الأخير إضافة لاحقة بعد كتابة الإنجيل. وهنا ممكن نسأل واحد من قساوستك، يعني ايه تحريف؟ متحرف يعني اما في حتة اتشالت او في حتة اتغيرت، حطت دي بدل دي، او شيلنا جزء وحطينا حاجة تانية، او وضبنا حاجة، او حطينا كلمة بدل كلمة. يعني بصراحة النسخة اللي كانت موجودة ايام الرسل مش هي اللي في ايدينا. وبناء عليه فحضرتك من ضمن الناس اللي بتشكك في المسيحية، واعترفت ان في اضافات تمت في الكتاب المقدس، وبالتالي بتثبت عملية تحريف كتابك. وكمان حضرتك غيرت كلامك أكتر من مرة. لما تسألت عن موضوع الطلاق قلت إن عبارة لا طلاق إلا لآلة الزنا نص موجود في الكتاب المقدس. موضوع الطلاق ده الناس عايزة تتطلق، مش طايقة بعض يعني. قل لهم الإنجيل بيقول، قل لهم الإنجيل بيقول لا طلاق إلا لآلة الزنا، ده قول الكتاب، ده قول الكتاب. ومرة تانية قلت إن عبارة لا طلاق إلا لآلة الزنا هي مجرد مقولة قالها البابا شنودة، رسخ في ذهن الناس عبارة وليست آية، عبارة وليست آية بتقول لا طلاق إلا لعلة الزنا. طبعا إحنا الطلاق لا طلاق إلا لعلة الزنا، وده نص شريعة الإنجيل، وده نص شريعة الإنجيل، ولا تنازل عن هذا الأمر. أولا دي مش آية، مفيش آية كده، مفيش آية بتقول لا طلاق إلا لعلة الزنا، مفيش آية بتقول لا طلاق إلا للابتزاز. دي كلمة مقولة كتبها البابا شنودة في مقالة من المقالات. دي مش آية، دي مش آية. والسؤال لحضرتك يا بابا الكنيسة، هل عبارة لا طلاق إلا لعلة الزنا هي مقولة للبابا شنودة زي ما حضرتك قلت، ولا هي قاعدة كتابية الناس كانوا مفكرين
وحضرتك من ضمنهم إنها موجودة في الكتاب المقدس. نقطة تانية حضرتك ذكرتها في العزة دي وهي اتصالات بعض المسلمين بالآباء الكهنة. مرة عملوا إيه من الناس اللي بيقوموا بالحكاية دي؟ جاب رقم تليفون كاهن من الكهنة واتصل بيه الساعة 6 الصبح. طبعا حضرتك تقصد بالكلام ده الشيخ وسام عبد الله. مستحيل الشيخ وسام عبد الله يتصل بحد الساعة 6 صباحا، لأن معظم اتصالاته بالكهنة بتكون مساء، لأنه فاهم وعارف الوقت اللي الكهنة بيكونوا مش مشغولين فيه، وحتى لو مشغولين بيكلمهم بأدب وبيقول لهم فاضيين إمتى علشان اتصل تاني. والشيخ وسام عبد الله حضرتك هربت منه لما اتصل عليك علشان يسألك مجرد سؤال في عقيدتك، وإذا حضرتك كنت ناسي التسجيل ده يفكرك. الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير نور يا فندم. ابو مريم من امريكا مع حضرتك. ممكن. لحظه. شكرا يا فندم. الو مساء الخير يا فندم. سلام. نيافه الانبا تودرس. ايوه اهلا وسهلا بيك. مع سعادتك ابو مريم. علي. مع حضرتك. علي صوتك لو سمحت. حاضر يا فندم. مع حضرتك ابو مريم من امريكا. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، بنبارك لحضرتك وربنا يقويك ان شاء الله. متشكر خالص. نيافه الانبا تودرس حضرتك يعني نعم نصي. علماء النقد النصي يقولون ان الاصول عندي افتكر دي مكالمه تليفون ثانيه. نعم يا فندم الكتاب الكتاب بيقول مستعدين لمجابهه كل ما نسالكم يا فندم. الكتاب بيقول تكرس بالكلمه. يا سعاده الانبا تودرس، سعاده الانبا تودرس. الله اكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا الانبا تودرس كان غير مستعد للرد على السؤال. الانبا تودرس وهو باب الكنيسه المصريه والكتاب المقدس يقول مستعدين دائما لمجاوبه كل ما نسالكم. الكتاب المقدس والاكرس بالكلمه اعطف على ذلك. والانبا تودرس هرب كانش. بيقول لي هل دي مكالمه سليمه؟ هل دي مكالمه سليمه؟ بقول له الكتاب المقدس بيقول مستعدين دائما لمجاوبه كل ما اسالكم، وبساله في النقد النص بيقول دي هل دي مكالمه سليمه؟ انها سليمه، انها سليمه. فانا مكسوفه لك بصراحه، مش عارفه ازاي حضرتك كبابا للكنيسه ومسؤول عن الرعيه في الكنيسه تتهرب من الشيخ وسام عبد الله وتقفل الخط. يبدو انك ما تعرفش ان في نص عندك في الكتاب اللي بتؤمن بيه بيقول بل قدسوا الرب الاله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. وأخيرا الأخ محمود داود بيوجه لك نداء. إن عظيم المسيحيين الأنبا تودرس يخصص لينا أوقات محددة وأرقام محددة لبعض الكهنة ويتم الاتصال بيهم بشرط إن يكون في بث مباشر علشان الجميع يضمن الشفافية، وبكده تبقى فرصة ذهبية إننا نلتقي ونتحاور بمنتهى المحبة بمنتهى الاحترام، وكمان الكرازة المسيحية حتنشط وسط المسلمين لأن هذه الاتصالات هتكون من مسيحيين وحتكون من مسلمين، فهذه فرصة ذهبية. أتمنى الموافقة عليه. ودي كانت رسالتي أنا نهى السيد كمسيحية سابقة لبابا الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا تودرس أنه يرد ردود منطقية على تساؤلات الاثنين ثلاثة اللي عاملين لك وعاملين للكنيسة قلق، وبتحذر رعايات منهم وبتحذر من متابعتهم. ومتعرفش أنك بكده عملت دعاية مجانية للي عايز يعرف مين الاثنين ثلاثة دول. والحمد لله الناس عرفت مش بس الاثنين ثلاثة دول، لا عرفوا كل الإخوة في مجال مقارنة الأديان. فشكرا لحسن تعاونكم معنا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.